سيدي، قالوا إنك تريدني. ماذا حدث مع السيدة أسليهان في المشكل؟ هل ما سمعت به صحيح حليمة؟ قلت لها كلاماً تستحقه سيدي. هل نسيت أنك زوجة سيد الكاي أرطغرل؟ أتعلمين أن قراراتي التي اتخذتها أو سأتخذها لمصلحة القبيلة؟ أعلم سيدي. إذا تصرفي كسيدة حليمة. وما القرار الذي توصلت إليه من أجل مستقبل المخيم؟ رفضت العرض الذي قدمه السيد جاندار. سيدي أنا... أنت زوجة سيد الكاي سلطانة، ويجب عليك أن تتصرفي وفق ذلك. ما يجب على زوجة السيد تصديق كلامه لا مخالفته، وهذا الشيء في تقاليدنا وعاداتنا ودستورنا. ومهما كان القرار الذي سأخذه فأنت مجبرة أن تقبلي به. التي تطلب العفو هي المرأة المتزنة أو الخجولة، لا المرأة التي تنظر بعينيها الجميلتين إلى بعض الرجال. من الأفضل لك أن تبتعدي عني وعن زوجي، ولن أعيد الكلام. شولبان أخبرتني بالأمر. أعرف أن المدعوة حليمة امرأة عديمة التربية. ما فعلته لا يدل إلا على هذا أبي، لكن أولادك يعرفون جيدا أن قراراتك كلها هي من أجل مصلحة ومستقبل قبيلتنا، وجميع الأهل يقفون وراءك. هل تقولين بأن السيدة حليمة وجهت لك إهانة في المشغل؟ أتظن أن حليمة تهمني في شيء أبي؟ الشيء الوحيد الذي يهمني هو سمعتك فقط أبي، وسأفعل كل شيء لكي لا تهان. وأرطغرل؟ أنا سأفعل كل ما بوسعي كي تبايعك قبيلة الكاي ولتسير خلفك أيضاً، وليكون أرطغرل تحت إمرتك أبي. السيد أرطغرل سوف يدفع ثمن غروره عما قريب، لا يستحق الشرف الذي منحته له. أنت بطلة أبي، إياك أن تفكر أنني حزينة عليه. أنا حزينة لأنك قد أهنت ولهذا غاضبة. أشعر بالفخر
من كلامك هذا يا ابنتي الجميلة.